اتكلم معاك بكل صراحة. يا ريت. عندما لا يتم تغيير الأشخاص لن يحدث جديد. انت هم نفس الأشخاص. ومن الغباء لا تتعلم مثل لا تتعلم من الأخطاء. انت نفس الأشخاص موجودين. ايه الحكمة بقى اللي انت هتعملها؟ او ايه النقطة اللي انت هتقول بقى نبتدي نهتم بقطاعات الناشئين والمنتخبات السنية اللي هي تحت السن؟ منتخبنا تحت 19 سنة طلع من تصفيات بطولة افريقيا، منتخب الاولمبي الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في الايام الجايه، ان احنا ما بنخططش للمدى البعيد. يعني هفكرك برضو بحاجة تانية، 2001 الجيل بتاعه اللي واخد تالت عالم، افتكر معايا كده راحوا فين بعد كاس العالم ديت. تلات سنين او اربع سنين 80% من قوام المنتخب، جيل الكابتن شوقي غريب، 80% من قوام المنتخب ده ذهبوا ادراج الرياح. ابو المجد مصطفى، شيتوس، محمود يماني. محمود اليماني، واليماني يمكن بعذر الحادث اللي حصل له، محروس العتراوي، مش هنخلص لو هنقعد نعد، هنعد كتير جدا من المنتخب. احنا اللي نتعلم، انت لو بتدور على الصح انت لازم تجيب مدير فني اجنبي، وبقولها تاني اجنبي، عشان لا يتم التدخل في شغله ويكون ليه صلاحيات كبيره جدا. لازم تعمل خطه طويله الامد. الالمانيا يعني المشكله هنا في المدير الفني، يعني مشكلة هنا في شخصك. ما انا قلت لك في الاول الاشخاص مش هيتغيروا، او المنظومة مش هتتغير، ودي السواد الاعظم في الموضوع. ده السواد الاعظم. ولكن احنا خلاص عارفين ان ده مش هيتم، فنحاول يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. خلاص نحاول بقى ان نصلح في الحاجات التانية. جيب مدير فني، ادي له جميع الصلاحيات، خليه يختار لعيبة كويسة.